طيب خلونا نرجع نستكمل أخبارنا وواصل شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق نادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له على هامش المران استعدادا لمباراة أسوان المقبلة. وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والجهاز الطبي بيحاول إن شيكابالا يكون جاهز في أقرب وقت للمشاركة في المباريات.